فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. هناك مسائل يا شيخ في الحجر، يعني ممكن بعض الناس ببراءة يذهب يقول أشوف العذار، السفر لأجل التفرج عليها لا يجوز، يعني هذا فيه تعظيما لها، لأن هذا فيه تعظيم لها، فالسفر من أجل التفرج عليها لا يجوز. وأما إذا مر الإنسان في طريقه ولم يقصدها ولكن مر عليها في طريقه فلا بأس أن ينظر فيها للاعتبار. قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكين، أن يصيبكم مثل ما أصاب، مثل ما أصابه. فإذا كان الإنسان مارا بها من غير قصد وهو في طريقه فلا مانع أن ينظر فيها للاعتبار والاتعاظ، أما أن ينظر فيها للتعظيم وأن هذه حضارة وأن وبنوا وفعلوا وأنهم فعلوا هذول أجدادنا وآباؤنا ويفتخر بهذا، فهذا افتخار بالجاهلية، وهذا أمر لا يجوز. ولا يجوز أنها تطور وأنها يعتنى بها وأنها تجعل مزارا من ضمن السياحة كما يقولون، كل هذا من تعظيم أمور الجاهلية ولا يجوز هذا العمل. نعم. هل فيها زيادة خاصية أنها أيضا أرض قوم مهلكين عصوا الله فعذبهم؟ نعم. هل فيها أنها أيضا فيها عبرة؟ فيها عبرة. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، بما ظلم، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، فمحل العبرة. أما أنها تعظم وأنها يفتخر بها فهذا أمر لا يجوز، لأنه من الافتخار في أمور الجاهلية.